ينضم إلينا من مدينة أوتاوا بكندا زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد زهير. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن حالة استنفار عام في الداخل الإسرائيلي وفي أماكن الحلفاء تحسبا لتحول هذه المناورة التي تجري الآن في الداخل الإيراني إلى رد عسكري موسع. كيف تقرأ المشهد السياسي والمشهد النفسي حتى لهذه الوقائع التي تجري الآن سيد زهير؟ نعم، الداخل الإسرائيلي يعيش حالة ذعر ورعب حقيقة من حالة الهدوء أو حالة التريث التي تمارسها إيران ويمارسها أيضا حزب الله. ولكن يعني يجب علينا التنويه، لأن الحالة الحربية أو الحالة العسكرية أو التوتر على الحدود مع حزب الله هذه الليلة كان متوتر جدا، وبالتالي على ما يبدو أن هذا يعطي انعكاسا كبيرا جدا إلى جدية المناورات الإيرانية، وبأن إيران ماضية قدما بأن تنفذ ضربة عسكرية ضد تل أبيب أو ضد إسرائيل بشكل عام. لا أحد يدري مداها، ولكن في تقديري أن هناك جهود دبلوماسية كبيرة تعمل على الحد من قوة هذه الضربة من جهة، ولربما جعلها محدودة، وبالتالي جميع الأمور الآن مفتوحة، وهذا ينعكس على الحالة النفسية على المجتمع الإسرائيلي الذي حقيقة يعيش حالة من فقدان الأمن في الفترة الأخيرة منذ بداية الحرب على غزة حتى يومنا هذا. نعم، لكن أيضا يعني فيما أشارت إليه أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن هناك ترجيحات بأن يشمل رد حزب الله استهداف مقر الجيش وسط تل أبيب. برأيك سيد زهير، في حال ما تم استهداف بالفعل مقر الجيش الإسرائيلي، ما الذي سينتج عن هكذا فعل؟ يعني هذه إن حصلت هذه الضربة، ومن المتوقع أن تكون ضربة يعني ضربة حزب الله تكون موجعة بالنسبة لإسرائيل، وإن حصل هذا الأمر بالنسبة لتوجيه ضربة إلى مقر قيادة الجيش، لربما أن يكون هناك تطورا دراماتيكيا في عملية الرد الإسرائيلي، ولكن أيضا لربما أن إسرائيل تدرك جيدا أن الانفتاح اتجاه حرب موسعة ضد حزب الله سيعمل على فتح الباب أمام حرب إقليمية، وبالتالي هذا الأمر سيكون بالغ الخطورة. في تقديري أن جميع الأطراف تدرك أن الحرب الإقليمية ستكون مدمرة إن بدأت بالفعل، أو إن كان هناك حرب مفتوحة ما بين الأطراف المتحاربة وخاصة ما بين إسرائيل وحزب الله. هذه المرة لن تكون كالمرات السابقة في تقديري، سيكون هناك عملية قوة ردع، ولربما قوة يعني انفتاح في الهجمات وعملية الانتقام والانتقام المتبادل، وبالتالي هذا الأمر سيفتح الأمور يعني لأمور لسيناريوهات متعددة، أحدها يعني لربما أن تلجأ إسرائيل إلى ضربة قوية جدا بقنابل أكثر عنفا مما عهدنا، وتكون محدودة وليس موسعة، ولكن تعمل دمارا هائلا وكبيرا على الأقل في الضاحية الجنوبية في التي يعني مقر حزب الله. وهذا حقيقة يجعل أن الأمر يعني فيه تخوفات كبيرة، ولربما أن جميع الأطراف تدرك أن هذه الحرب إن حصلت ولم تكن ضمن ضوابط معينة وضمن حدود اللعبة، وهذا ما أميل إليه عمليا، بأن سيكون هناك ضربات ولكن ستكون في إطار قواعد اللعبة المسموح بها.
نعم نعم، لكن يعني هناك حديث بدأ ينشأ داخل الأوساط الأمريكية، كما كان ضيفنا منذ قليل سيد ماركو مسعد يعني يتحدث ويقول في هذه المداخلة، أن هناك توجه أمريكي بين المحللين السياسيين على الأقل بأن إيران لن تقوم بأي رد عسكري وسوف تكتفي بالحرب النفسية التي تخوضها الآن بحسب ما نقل لنا السيد ماركو. هل تتفق مع هذه النقطة أم أن إيران سوف تشرع عمليا في رد عسكري؟ في تقديري أن هناك ردا عسكريا إيرانيا، سيكون هناك ردا عسكريا إيرانيا، وإلا يعني ستكون يعني إيران ستضع نفسها في وضع لا تحسد عليه سواء في الداخل الإيراني أو حتى على وضعها الإقليمي والدولي. إيران عمليا الضربة التي وجهت إليها في قلب العاصمة طهران هي مردغت أنفها بالتراب إنجاز التعبير، وبالتالي هذا الأمر يعني في تقديري بأنه لن يمر مر الكرام، ولكن أعتقد أن هناك جهودا دبلوماسية هائلة وكبيرة جدا، وفي تقديري أنها قد تكون أتت أكلها، وسنرى في الساعات القادمة ثمار هذه الجهود. وفي تقديري بأن هناك ضربة محدودة ستكون، لربما مثل ما قلت لك قبل قليل، بأنها ستكون في إطار قواعد الاشتباك المسموح بها، ولكن في إطار صفقة متكاملة. لربما هذه الصفقة تشمل عمليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا ما لمسناه عمليا في خطاب السيد حسن نصر الله بالأمس عندما تحدث بشكل واضح أثناء خطابه المفاجئ، الذي لم يكن عمليا بحاجة لهذا الخطاب إلا إذا كان هناك تطورا ملموسا سياسيا، أو هناك تطورا ملموسا في مفاوضات ما أو في موقف ما أدى إلى خروجه ليتحدث بهذا الهدوء من ناحية، ومن ناحية أخرى تحدث بشكل صريح وواضح على أن الهدف الأساسي بالنسبة لمقاومة حزب الله الآن هو وقف إطلاق النار أو وقف الحرب على غزة. إن تحقق هذا الأمر في تقديري أن هذا الأمر سيمنح إيران حفظ ماء الوجه والخروج من هذا المأزق الكبير الذي هي فيه الآن. يعني في تقديري أن ليس إسرائيل فقط هي التي في مأزق، وإنما أيضا إيران في مأزق. الأمر ليس فسحة بالنسبة في هذه المرة بالنسبة لدول المنطقة. الجميع يدرك أن الحرب إن قامت بشكل مفتوح ستكون مدمرة، ولن تكون مقتصرة فقط على إيران وإسرائيل فقط، وإنما ستجر أطراف أخرى، الأطراف الحليفة لإيران من جهة، وأيضا حلفاء إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي حركت بوارجها وحركت الكثير من يعني جهزت الكثير من المعدات العسكرية والكثير من القواعد العسكرية لتكون مستعدة للوقوف أمام أي ضربة إيرانية لإسرائيل. هذا الأمر حقيقة في تقديري بأنه يشير بشكل واضح بأن الجميع لا يريد أن يذهب بعيدا في هذه الحرب، وأن الجميع يريدها أن تكون، لربما يتم منح إيران مثلما قلت فرصة للرد كرد اعتبار لمكانتها ولهيبتها، ولكن سيكون الأمر محدودا وفي إطار قواعد اللعبة أو قواعد الاشتباك. لن تذهب بعيدا هذه الحرب، لربما لن تكون في إطار المسيرات، وإن جاز التعبير أو إن أردت أن أذهب بعيدا في تقديري أن لربما أن تبدأ الحرب في أي ساعة من الساعات القادمة، لربما هذه الليلة، يعني
على أبعد تقدير، لأن إيران عمليا كلما تأخرت كلما زادت الضغوط عليها وعلى صورتها وعلى هيبتها، ولربما أيضا زادت فرص الاشتباك أكثر في على في الحدود الشمالية مع 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 لبنان، وبالتالي هذا الأمر يمثل خطورة بالغة، خاصة أن أيضا الحوثيين يعني بدأوا يستعيدوا ممارساتهم ويستهدفوا بعض السفن سواء الأمريكية أو البريطانية، وهذا ما لا تريده لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أيضا بريطانيا ولا أي دولة في المنطقة.